تقول إنها بكل مكان بألطف الأماكن بالعالم، وهي جزء منا. في هذه البيئة القاسية بعض العقول تظهر علامات مقلقة: الإدمان، المرض، الاكتئاب، الاضطراب الاجتماعي، بينما تزدهر أخرى. لماذا تطور بعض العقول القدرة على التأقلم في ظروف قاسية بينما يناضل آخرون؟ إنه أحد أعظم أسرار الطبيعة. أهلاً، مرحباً، هذا مذهل، ولكن علي توضيح بعض الأشياء. هذا السر العظيم هو العلم. الشدائد الكبيرة ليست جيدة لأي عقل، لكنه صحيح أن بعض العقول تتصرف أفضل من الأخرى في مواجهة التحديات. أوه، عالم، أجل أوافق. إن هذا هو السر العظيم للعلم. عظيم، نعم، ولكن ليس سرا. دعني أشرح. ولدنا بعقول لكنها تتغير كلما كبرنا، تتطور طبقا للخبرات التي نكتسبها، والعقول المختلفة تستجيب للخبرات بطرق مختلفة. حسناً، أشكرك، سنعود لاحقاً. بعض العقول تظهر القوة والصلابة بينما الأخرى. آسف، معذرة، نحن العلماء نستخدم مصطلح مرونة. بعض العقول أكثر مرونة من الأخرى. نعم، مرونات. المرونة؟ المرونة انتقام قشرة المخ. المرونة هي نتيجة التفاعل بين الجينات والخبرات الحياتية. إنها قدرة العقل على الحفاظ على الأداء الجيد في وجود الشدائد. المرونة تجعلنا لا نقهر. ما من شيء يجعلنا لا نقهر. ما تفعله المرونة أنها تعطينا نفوذاً أقل للعوامل السلبية بحياتنا، وتأخذ التوازن لصالح النتائج الإيجابية. المرونة الجائزة الأسطورية. واو، لا، بعض الأشخاص ولدوا بمرونة أكبر من الآخرين، ولكن يمكن أيضاً بناؤها خلال الوقت. إنه مشروع كبير يتضمن الآباء ومقدمي الرعاية والمدرسين واللعب والأكل ورفاق الغناء والمستشارين والخبازين ومساعد المنتجين وحتى جيل الألفية، مثل بوابة حظيرة كبيرة. نعم، نعم، في الحقيقة نحن العلماء نؤمن بقوة أن بنية المخ هي أساس المرونة. و أوه، انظر هناك. نعم، مخ صغير عاد بعد شهور من الانعزال والمحنة. ما من كلمات يمكنها وصف ما عاناه هذا العقل المسكين. هناك كلمات تصفها، نحن العلماء نسميها الضغط العصبي السام. الضغط العصبي السام يتسلل إليه. هذا ليس، لا، الضغوط تحدث داخل الجسد، إنها المعركة التي تحدث بالداخل. لكن إذا ارتفعت هرمونات الضغوط كثيراً ولمدة طويلة، سيكون لها آثار سلبية على المخ والجسد. الضغط سم قاتل. ليست كل الضغوط سامة، وبالدعم الصحيح يمكننا جعل الضغط الشديد مقبولاً، أي لن يحدث أضراراً كبيرة. والضغط قد يكون إيجابياً، لأنه يعلمنا حل المشاكل وتنمية مهاراتنا، مما يعيدنا إلى المرونة. أو ربما لن يحدث لهذا المخ. غير صحيح، دعني أشرح. أتتذكر عندما تحدثت عن النفوذ الأقل للعوامل السلبية وأخذ التوازن للنتائج الإيجابية؟ حسناً، هذا شيء كنت أعمل عليه. إنه تشبيه مدهش. ها هو؟ أدعوه ميزان المرونة. ميزان المرونة ذو درع واقية مدهشة. لا، ميزان المرونة يساعدنا على فهم لما بعض العقول مرنة أكثر من الأخرى. ميزان المرونة يرسل آشعة مرونة خفية. إنه مجرد ميزان، أترى؟ جذع مرفوع بنقطة ارتكاز تشبه المحمصة. ها، لا، نقطة ارتكاز مثل درس الفيزياء. لا عليك، سأوضح الأمر. الخبرات السلبية تضيف الوزن لأحد الطرفين، والعوامل الإيجابية تضيف الوزن للطرف الآخر. مثالياً، سنود أن يميل تجاه الطرف الإيجابي ويؤدي لنتائج حياتية إيجابية. مستقبل المخ حرفياً يتأرجح للتوازن. مكان الارتكاز يمكن فهمه وفقاً لقدرتنا الأصلية على المرونة.
شيء مشابه لموقف البدء الجيني. أتتذكر المخ الصغير الذي كافح لأجل البقاء؟ انظر، بدأت الحياة والمرتكز بالمنتصف وبإعطاء مزيد من النفوذ للخبرات السلبية أشياء خطرة كسوء المعاملة والإهمال والبيئة الفوضوية. أي أن العوامل الإيجابية كالعلاقات المسؤولة والبيئة الآمنة وفرص التعلم تحظى بنفوذ أقل. بمرور الوقت الحمل السلبي حرك المرتكز أبعد باتجاه سلبي. إنها الدراما. على الإطلاق، هذا العقل الآن يعاني من سوء الصحة، وبالمساعدة يمكن أن يميل الميزان نحو نتائج إيجابية. أول شيء نفعله هو منع الخبرات السلبية من التكدس، ثم يمكننا إضافة عوامل إيجابية لرفع الجانب الإيجابي للميزان. لم ننتهي بعد، سنعمل على تحريك الارتكاز لترجيح النتائج الإيجابية. الارتكاز سر مدهش لإصلاح الأمور. كلا، إنها عملية تضم العديد من الأشخاص والمزيد من الوقت. أتذكر؟ هذا العقل ما يزال صغيراً، ومخ البالغين يمكن أن يعمل معه لتخفيف الضغط السام وتعليمه بعض المهارات. بالطفولة هذه الجهود يمكنها دفع الارتكاز لمسافة كبيرة. الطفولة مليئة بالسحر ومرونة نقطة الارتكاز. نوعاً ما، لكن هناك فترات تنموية حساسة بمثابة فرصة لنا، مثل فترة المراهقة. وحتى لو لم يحصل المخ على المساعدة حتى البلوغ، ما زال يمكنه التغير، سيحتاج لمزيد من المساعدة. ولكن أي ارتكاز يمكن تحريكه لجعل النتائج الإيجابية أكثر قابلية للتحقيق، والخبرات السلبية ستختفي. غير صحيح، من الصعب إلغاء تأثير الخبرات السلبية السابقة كما تتطلب وقتاً، لكن يمكننا في النهاية التخلص من عبء التجارب السلبية. عقولنا الصغيرة ستحصل على المساعدة التي تحتاجها للتكيف والتحسن والتمتع بصحة جيدة، والجميع بكل مكان سيصبحون أكثر مرونة للأبد. ولما لا؟ بالمساعدة الصحيحة الجميع بكل مكان قد يصبحون أكثر مرونة. سعيد أنني أنقذت البشرية، إنها تجربة ساحرة. أجل، وأنا أيضاً. أحسنت.